كل دي تعليقات عن برنامج الأهلي دايت، كل دي تعليقات عن ظهوري في البرنامج، كل دي تعليقات عن وزني وازاي اقدم برنامج عن الدايت وانا اوفر ويت. طب ويت بقى انت، هو البرنامج ده عشان نوصل للوزن المثالي والحياة الصحية. يبقى طبيعي اللي بيقدمه نموذج للوزن المثالي زي زميلتي هنا، ومعاه نموذج للوزن الغير مثالي زي انا. ازاي هتقتنعوا بالاكل الصحي والتمرينات الصعبه والتخلي عن النشويات والسكر اذا ما كانش في نموذج شبهكم بيعمل ده قدامكم وبيحقق نتائج؟ بس ازاي هعمل ده من غير تشجيع، من غير تحفيز من كل اللي حواليا؟ لقيت التشجيع من مدربات في جيم النادي الاهلي، ومن العضوات اللي معايا في الجيم، ومن زميلتي هنا اللي بتلعب معانا عشان تحافظ على وزنها. فاضل بس تشجيعكم وتحفيزكم ليا، واللي زيي وعايز يخس يتابعنا ويقلدنا عشان حياتنا تبقى صحيه ولياقتنا احسن. مش بس انا وهنا هنخوض التجربه، كل كرو البرنامج هيشترك معانا في فقره هنشجع بعض ونخس مع بعض. معانا احمد رشاد، مع تجربة هنشجع بعض ونخس مع بعض هنعمل المستحيل بالإرادة عشان نخس، ومحمود عبد المنصف. مفيش مستحيل، هنشجع بعض ونخس مع بعض. بلاش تريقة وابتدوا معايا في فقرة هنشجع بعض ونخس مع بعض. هاجر علاء، مذيعة الأهلي دايت. هنشجع بعض ونخس مع بعض. هنتكلم عن مذيعة برنامج الأهلي دايت حبت إن هي تخش معانا جيم. هنعمل تحدي ظريف، هي حابة إن هي تقلل وزنها شوية. البنوتة حابة إن هي تيجي تشترك معانا في الجيم، حابة شكل جسمها يبقى أحسن، حابة صحتها تبقى أحسن. المذيعة حابين إن هي تيجي تخش تتمرن معانا في الجيم. احنا بدأنا معاها إن هي قاست وزنها، عرفنا مقاساتها ايه. هي طبعا طلعت على جهاز الانبادي ومش طلعت عليه بره، مش متواجد عندنا هنا. عرفنا في نسبه الدهون في جسمها قد ايه، ونسبه الدهون متركزه فين، نسبه المويه قد ايه، نسبه العضلات قد ايه، وزن عظمها قد ايه. عرفنا طولها، عرفنا شوف هنا هي المفروض تبقى محتاجه تقل قد ايه. وان شاء الله على دوت هنبتدي نشتغل معاها على تمرينات سيفتي شويه، مش هتبقى عشان هي اوفر ويت، هنشتغل معاها تمرينات سيفتي هتخس بيها ان شاء الله. هنحط لها طبعا دكتور التغذيه عامل لها نظام، هنمشي طبعا مع نظام الاكل، نظام صحي متوازن هنمشي معاه مع التمرينات. هنبدا معاها واحده واحده. خدنا مقاساتها، خدنا مقاس الشيست، خدنا مقاس الوسط، خدنا مقاساتها كلها. هنبدا معاها ان شاء الله من اول النهارده. هي بدات التمرين، هي بدات كل حاجه. هنبتدي ان شاء الله معاها واحده واحده، وهي ان شاء الله هيبقى عندها اراده جامده جدا. هيبقى معاها طبعا زمايلها في الجيم، هي مش تبقى جديده عليهم، هي هتبقى معاها كانها كتير. طبعا هاجر اول لما دخلت احنا شفنا طبعا وزنها، وشفنا هي المناطق اللي هي زياده فيها. بنحاول ان احنا نشتغل على الجسم كله، تمام؟ لازم نشغل للجسم كله، بنعمل جنرال للجسم كله. لو قعدنا على ماشين او ادينا لها مثلا اكسرسايز معينه، لازم نقعد على نشتغل على الجسم كله.
مش هنسيب، نحاول يعني نجزأ بعد كده بقى، نحاول ان احنا نجزأ التمرين، يعني مثلا نعمل مثلا مره تمرينه ابر، مره لور، مره كارديو، مره ابس، نقسم الابر بعد مرحله تانية، نقسم الابر مره تانية، مرحله نقسم اللور. هي ممكن معظم السيدات في مصر عموما عندهم مشكله في اللور بادي، ده هيبقى محتاج يعني شغل اكتر عليه، لان هي العضله لما تبقى ضعيفه بتعمل دهون عليها اكتر، طول لما العضله تبقى ضعيفه الدهون بتبقى عليها اكتر، العضله المتمرنه اكتر بتكون ليها قدره انها تحرق الدهون اسرع، ليها قدره انها تحرق الدهون، دي العضله اللي بتبقى متمرنه. فاحنا هنحاول ان احنا نمرن الجسم كله عشان ما يبقاش فيه خلل في العضلات، يعني مثلا ما يبقاش فيه عضله قويه وعضله ضعيفه، احنا هنبدا مع تمرين الجسم كله هنظبطها، هنظبط مثلا نبتدي بحاجه حاجه واحده واحده معاها، مش هنديها طبعا، نديها حاجات بسيطه، حاجات اللي هي تنزل، ما ينفعش نبدا معها مره واحده ولا او ننزل في وزنها مره واحده. وزنها لازم ينزل يعني بمعدل طبيعي، بمعدل قليل، طبيعي انها تنزل بمعدل قليل، طبيعي ان احنا نقول لها ما تبقاش بتاخدش بالميزان، تاخد بشكل جسمها، تاخد بصحتها هي احسن. الميزان هينزل كده كده، الميزان هينزل، العضلات اللي بتتمرن هنحرق الدهون، جسمنا العضلات بتاعته هتبقى قوية، هتبقى أحسن شكل الجسم، شكل العضلة، العضلة تاخد شيب كويس. مش هنبلاش نتسرع، وفكرة الميزان هنقيس وزننا كل من 3 أسابيع لشهر، نقيس الوزن، نعمل إن بادي، نشوف الدهون وصلت لقد إيه، نطلع على جهاز البادي كومبوزيشن كل شهر، نشوف المية في جسمنا قد ايه، احنا محتاجين نشرب قد ايه مية، محتاجين نخس دهون قد ايه، محتاجين الكالوريز بتاعنا مفروض انا جسمي بدخله قد ايه، وادخله قد ايه عشان اخس. احنا قلنا المعادلة قبل كده ان احنا بنضرب وزن الجسم في 30 علشان نطلع الكالوريز المفروض ياخدها. احنا بقى لو اخدنا اقل، لو مثلا وزن الجسم 100 كيلو بنضربه في 30، 3000 اللي هو 3000 كالوري، 3000 سعر حراري المفروض يخش للجسم. لو اخدنا اقل وزننا بينزل، بلاش ننزل مره واحده، هناكل كل الاكل طبعا بالنصائح الغذائيه اللي احنا هنديها لها، ولكن بكميات قليله. كل حاجه في الاول بتبقى صعبه، بس لو عندنا شويه عزيمه واراده هيبقى احسن. مشكلة هاجر، مشكلة معظم السيدات اللي بيقولنا بتبقى كلام جاي لهم من بره، محبطين، نماذج كتير جت بتيجي تعيط في وسط التمرين، لا انا شكل جسمي مش كويس، شكل جسمي مش عاجبني، انا باخد انتقادات كتير من الشارع، من الاهل، من الناس اللي حواليها، من الشغل، بتبقى جاية محبطة خالص. احنا عاوزين نقول لهم يا جماعه الاراده دي بتيجي، لازم البني ادم يكون عنده هدف، الهدف بتاعه ان هو عاوز يخس، عاوز ان هو يتحدى نفسه في شغله، مش لازم الهدف يكون هدف رياضي، هدف حاجه، انا عندي هدف، الهدف دوت لو انا حققته هكون مبسوط بنفسي قوي، هحس ان انا بني ادم كويس جدا، الهدف دوت انا ممكن اجيبه لو انا اتحدى نفسي، لو انا مثلا بنام عدد ساعات كبير جدا، لا انا النهارده مش هنام 8 ساعات او 12 ساعه، انا النهارده هنام 7 ساعات بس كفايه. في ناس بتبقى حارمه نفسها جامد جدا من الاكل، بتخس اوكي، جسمها بينقصه حاجات كتير، ممكن مثلا تبقى حارمه نفسها من الحلويات خالص، جات اتعزمت عزومه لقيت بقى فيها كل ما تشتهي الانفس من الحلويات، مش عارفه تعمل ايه، خلاص هي حارمه نفسها خالص، فطبيعي انها تاكل، تطلع بقى بعدها تاني يوم على الميزان على طول تقول انها خلاص الدنيا عندها خربت، الدنيا عندها باظت خالص، بيجي لها بقى احباط، خلاص ثقتها بنفسها بتقل، انا زدت بقى، انا خسيت الاتنين كيلو دول في شهر، انا تخنتهم في يوم. احنا هنقول للناس دي عادي جدا، مفيش اي مشكله، الوزن دوت بيكون وزن وهمي، ما ينفعش ان احنا ناكل ونوزن على طول، ما ينفعش ان احنا بعد يوم الفري نوزن، احنا بنوزن مره كل شهر او كل 3 اسابيع، ما نستعجلش خالص على الميزان، عادي كل ده بيحصل، ممكن ان احنا ناكل وجبه ممكن جسمنا يبقى فيه ميه،
شربت مية كتير، شربت 2 لتر مية، زدت 1.5 كيلو، زدت 2 كيلو مية، عادي مفيش أي مشكلة. الحل إن إحنا نروح نعمل body composition، جهاز اللي هو بيقيس كل حاجة في الجسم، تكوين الجسم إيه، بنعرف إحنا اللي مش هيخلينا نقلق بقى، نقلق لو نسبة الدهون زادت، نقلق لو مثلا في نسب مش مظبوطة زادت، إحنا ما كناش حابين إن هي تزيد. أماكن لكن طالما زدنا مية زدنا عضل مفيش أي مشكلة خالص. ممكن أنا وزني على الميزان بيزيد، أنا كده العضلة بتاعتي هي اللي تقيلة مش دهون، أنا مش عندي دهون. نقول للناس دي عادي خالص مفيش أي مشكلة، بس بلاش نحرم نفسينا الحرمان اللي هو الجامد ده. إحنا ما ناكلش جامد قوي يوم الفري، إحنا نحاول إن إحنا ناكل كل اللي إحنا عاوزينه كل الأيام، ما نحرمش نفسينا من حاجة بس نقلل الكميات، ناكل بكميات قليلة، نمشي على نظام غذائي صحي متوازن. في كل عناصر غذائية لازم أخد كل عناصر غذائية في وجبة الفطار، كل عناصر غذائية في وجبة الغداء، كل عناصر غذائية في وجبة العشاء. ما ينفعش أسيب عنصر ما أكلهوش. كل عناصر أساسية معايا جسمي يبقى محتاج، علشان بالنسبة للسيدات البشرة الشعر ما يقعش، ما حسش بهزلان، ما حسش بضعف، ضغط الدم عندي ما يحصلوش انخفاض، ما بقاش انا مش قادره امشي، مش قادره امارس حياتي اليوميه بشكل سليم. الإرادة ده قرار نابع من الذات، من جوه. البني آدم لو ما عندوش الإرادة دي مش هيوصل لأي حاجة خالص. هنتكلم عن الناس اللي هي متعودة على روتين خاطئ جداً في الأكل، بتاكل كميات مهولة من السكريات وبتنسى حاجات تانية، تنسى الخضار، تنسى البروتين تدخله بشكل صحيح، بتدخل سكريات، بتدخل نشويات، بتدخل معجنات كتير في الأكل بتاعه وبتنسى بقية العناصر الغذائية. هيواجهوا صعوبة شوية في تغيير النظام الغذائي، هيواجهوا صعوبة في إنهم هيغيروا خالص. إحنا مش هنقول لهم ما تغيروش النظام خالص، مش قوي، لا، هتاكلوا سكريات زي ما أنتم، هتاكلوا بيتزا، هتاكلوا مكرونة، هتاكلوا نشويات براحتكم، بس مش براحتكم قوي، يعني أنتم هتاكلوا كل حاجة أنتم عاوزينها. هنقلل السكريات شوية والنشويات شوية، ما نحاولش أبداً أبداً ننسى الهدف بتاعنا اللي إحنا عاوزين نوصل له، ما ننسهوش خالص، يفضل في دماغنا الهدف بتاعنا، نفتكر شكلنا وإحنا بنتعب لما بنطلع سلمتين. لو حسيت إن أنا خلاص مش قادر وهفقد كل حاجة، أحاول أفتكر نفسي وأنا ببقى مش قادر أعمل أي حاجة خالص، مش قادر حتى أسوق، مش قادر أطلع على السلم لو الأسانسير بايظ، لو الأسانسير عطلان الناس يبقى عندها مشكلة فظيعة. أفتكر كل الحاجات دي، أفتكر الكلام اللي الناس بيقوله لي، بس برضو ما أخدش بكلام الناس ده اللي هو الكلام لا، ما يبقاش ده الكلام بتاع اللي أنا أمشي عليه في حياتي، لا، يبقى كلام الناس أحاول أخليه طريقة إيجابية، أحاول أخليه طريقة تحفيز ليا، ما خدوش ان هو انتقادات وحاجة سلبية ليا. احاول اخد من كل حاجة الحاجة الايجابية، الحاجة اللي توصلني للهدف اللي انا عايزه، الحاجة اللي تخلي يبقى عندي ارادة. باجي الجيم هنا بقالي بالظبط سنة، وكنت بعمل أساساً قبل ما أجي هنا بشهر بالظبط كنت مع دكتور وبعمل دايت. نزلت في الشهر دوت 10 كيلو، وبعد العشرة كيلو بدأت على طول الجيم هنا. جيت على طول مع كابتن دنيا برر، تمام. في السنة ديت نزلت 46 كيلو. تعب، إرهاق، اتنزلت عن حاجات كتير في حياتي عشان أكمل هنا، وكل الفضل ده يرجع للدنيا. هي خدتني عندي طاقه سلبيه جدا، خدتني ما عنديش امل في الدنيا، كنت حاجه تانية خالص، حاجه تانية يعني، انا واحده تانية. ساعدتني كتير قوي نفسيا في الرياضه. كابتن احمد كان ليه الفضل برضه عليا، اللي هو مدير الجيم هنا، هو اول من وجهني ان انا اخش الجيم هنا.
كنت جايه اساسا عشان خاطر اقدم لابني، فقال لي انت ليه سايبه نفسك كده، وما كنتش عندي ما كنتش فكره الجيم هنا ما كانتش في بالي خالص، وعمري ما دخلت جيم وعمري ما عملت رياضه، لكن الرياضه فرقت معايا 360 درجه، غيرت لي حياتي خالص. اول ما بدات طبعا بدات تريدميل ترانسبورت، حاجات خفيفه جدا لان ما كنتش بقدر، انا كنت اوفر ويت، كان جسمي صعب قوي، فالدنيا بدات معايا واحده واحده، كنت حاجات ما بقدرش اعملها، رياضات كتير جدا ما كنتش بقدر اعملها، ما كنتش بقدر اتحرك، كنتش اقدر اعمل ابس، ما كنتش بقدر اخش كلاس اساسا كمان مع دنيا. واحده واحده بدات، كل ما جسمي كان بينزل شويه كانت بتزود معايا التمارين اكتر، كل ما كنت بوصل لمرحله بتنقلني لمرحله ثانيه. لحد دلوقتي بشيل ويت، بعمل تمارين جامده يعني معاها، والحمد لله. يعني هي بقى بتشوف ايه المناطق اللي في جسمي اللي هي محتاجه، انا من غير ما اقولها هي شايفه. يعني اول ما جيت اول مره قلت لها دنيا انا يعني شوفيني انا ايه دنيتي، انا دراعاتي البطني الجناب كل حاجه، كل حاجه في جسمي هي بتاخدني، كل يعني بتاخد الاسبوع بتقسمه لي، اليوم ده بنشتغل كذا، اليوم اللي بعديها هنشتغل كذا، لا هنريح يوم، اليوم اللي بعديه كذا. فرقت معايا ان في ناس دلوقتي بتشوفني وما تعرفنيش، الجيم فارق معايا جدا، والفضل كله بعد ربنا يرجع لدنيا. انا مش بقولها يا كابتن لان هي اختي، انا بقولها دنيا، فبجد بجد الفضل كده يطلع يرجع لدنيا. ومش عارفه اقولها، مش عارفه اشكرها ازاي، لان هي فعلا انا حياتي اتغيرت خالص. الكلاس بقى اللي بخشه معاها حاجه تانية بقى، الكلاس بتاع دنيا هي رياضه، اكني في الجيم معاها. بس بتفرق في ايه بقى؟ في ان احنا بنعمل التمارين اللي بعملها في الجيم بعملها جوه الكلاس بشكل تاني، برقصه بضحكه بصوت عالي بطريقه مختلفه، بس كل عضلات الجسم بتشتغل. يعني كل لو انتوا صورتوا طبعا الحلقه بتاعه الدانس بتاعتها الايروبكس، كل حاجه كل رقصه فيها عضله بتشتغل، اكني زي اكني جوه الجيم بالظبط بشتغل، بس بطريقه مختلفه، بنضحك بنهزر بنطلع طاقه سلبيه اساسا، يعني هو يعتبر الرقص بس رياضه، فبنطلع طاقه سلبيه اللي جوانا. بروح البيت حاجه تانية، بتعامل مع الناس، الاول ما كنتش بعرف اتعامل مع حد، مش كنت كئيبه، مش عارفه اتعامل مع الناس. حلقتنا ومع فقرة هنشجع بعض ونخس مع بعض، معنا دكتورة إيمان عبد العزيز استشاري التغذية والسمنة. هنتكلمها النهاردة عن الإرادة وإزاي نبدأ الدايت وإزاي يبقى عندنا حافز إن إحنا نكمل الدايت. زهري كده. أهلا بك يا هوا. دكتور لو أنا أول مرة هاجي لحضرتك العيادة، طبعا إحنا بنستضيف حضرتك هنا، إيه الإجراءات اللي أنت ممكن تعمليها معايا عشان أبدأ دايت؟ احنا اول حاجه النهارده لازم نعرف انت مثلا عادتك ايه، ايه اللي بتحبيه، ايه اللي وصلك لكده. يعني مثلا انا اكيد مثلا لا ده اللي خلاكي ان انت عايزه تبقى عندك كمان ان انت عايزه تعملي دايت، ايه هو حافز عندك، هدف؟ لا ده انا عايزه اعمل عشان ابقى صحيه اكتر مثلا. في ناس مثلا تقول لك انا جايه اعمل دايت عشان انا هتجوز مثلا، لا ده عشان الحمل، حاجات كتير. فالمهم ان انا اوصل منك انت عايزه ايه، لان انت عشان تحققيه لازم يبقى حاطه لك هدف وقدامك. والاراده ان انا جميله قوي ان كلمه اراده، لازم اجي اقول لك اه عندك اراده، بس لازم احفزها لك، لان ممكن بكلمه واحده من اي حد هتنزل الاراده. لا ده كمان ان انا ممكن انت عندك اجهاد بدني، ما عندكيش ما بتناميش نوم مستقر، خلاص الاراده بتاعتك وقعت. فلازم اهو حاجه خالص ان انا ايه الاراده بتاعتك تتقوى ونعرف ارادتنا جايه منين. فانت انا اول حاجه هسالها لك يا انت عايز تخسي ليه؟ عشان شكلي وعلشان مظهري يبقى كويس وصحتي طبعا تبقى كويس. يبقى اهم حاجه خالص، احنا طبعا خدنا قياساتنا وكل حاجه. نظام طبيعتك، اكلك في اليوم، بتاكلي الصبح بتاكلي بدري، بتنامي بدري، بتصحي بدري؟ لا ده انا مواعيدي متلخبطه. لا مواعيدي متلخبطه. طيب هنقدر نظبطها بقى سوا ان احنا نقدر نوصل مثلا لحاجه معينه؟ مثلا لا ده انا ممكن لو كل يوم مثلا بصحى على 6 الصبح. تمام خلاص يا هاجر، يبقى احنا مثلا نظبط ان احنا مثلا ايه 6 الصبح هنفطر حاجه بسيطه. لا ده انا ما بفطرش وبنزل بسرعه. خلاص يبقى انا هقول لك الحاجه اللي انت هتقدري تاخديها معاكي في الطريق بحيث ان انت تبقي استفدتي اكتر حاجه. فكل ده بيتوقف على طبيعتك على عاداتك، من ساعتها بقى نقدر ان احنا نقوي ارادتنا نعملها، لان طول ما احنا الاراده دي اساسي جزء في مخنا في العقل بتاعنا.
بيتحكم فيه الذاكره، بتتحكم في كمان تركيزنا في مجهودنا. فانا لو اجهدتها استنفذت ارادتي، فبالتالي لو انا مجهودي عقلي وعمال افكر ده انا عندي امتحانات، ده انا عندي بكره انترفيو مثلا مع حد، ده انا عامله مش عارف بعد الحاجات دي كده، يبقى انا بوظت ارادتي واستهلكتها. واهم حاجه عندي خالص ان انا ما استهلكش ارادتك على قد ما اقدر. وعشان تعملي دايت يبقى عندك اراده وعندك عوامل تانية مع الاراده، لان ممكن الاراده بقول لك زي مجهود بسيط خلاص وقعت. هو الاصعب من ان احنا نعمل دايت ان احنا لما بنيجي ناخد القرار ممكن نبتديه، بس الاصعب ان احنا نكمله. تمام، عشان تكمليه لازم الناس كلها تساعدك، لازم البيت يساعدني، لازم التلاجة اللي في البيت تساعدني، ما بقاش حتى شوكليت وبيبسي ومش عارف ايه واصدي انت ممنوع منهم يا هاجر، احنا عادي. لا، يبقى انا ارادتك هتقع، كل حاجتك هتقع، كل اي شيء خلاص انا مغريات مهما حطيتي، مهما انا قافلة على نفسي. لا، الدايت بتاعنا مش حرمان، بس مش على طول بقى الحاجة دي موجودة قدامي، طول ما هي موجودة يبقى انا هاخد الحاجات دي. طب اصل ده عيد ميلاد مش عارف مين بكره، طيب خلاص، طب استنى بقى بعد العيد ميلاد. يبقى اول حاجه قرار، وامتى هبدا؟ لا ده انا هبدا النهارده خلاص، مفيش الحاجات دي مش موجوده. فالمهم انت عايزه تعملي ايه؟ نظام اكلك، احنا لازم ان احنا هنظبط الدايت بتاعنا على نظام حياتك، والا مش هدي دايت واكتبه وانا هون كاتبه الورقه والقلم عشان ايه نكتب لهاجر خلاص، لا خدي الورقه دي وروحي نفذيها يا هاجر. لا، يبقى انا كده بضحك على هاجر، وهاجر هتاخد الورقه ركناها جنبها، لان معظم الاكل هي ما بتحبوش، مواعيدها مش مناسبه معاها، هي مش هتقدر تعمل كده، مش هتقدر تاخد لانش بوكس معاها وتمشي، مش هتقدر انها مثلا تجيب اكله كمان في الجو الحر، فاللانش بوكس ممكن يبوظ. يبقى انت لازم هتختاري الحاجات اللي هتناسبك، ولا هتفضلي انت لو ركنتيها مش هتبوظ معايا. فده كله بيتوقف عليك انت يا هاجر، فانت حابه بقى ايه، نظبط مواعيدنا ولا نظبط اكلنا؟ كله هيتظبط، كله مع بعضه بيبقى متظبط، الاراده مع البيت مع اصدقائي اللي هو ده انا تعالي احنا النهارده رايحين ناكل من اي محل تاني، يبقى انت هتختاري من المحل ده ايه. فده يتوقف عليك انت، اكلك ايه، نظامك ايه، بحب ايه. انا هكتب الورقه والقلم عن طريق كبدي. تمام ماشي. انا ساعات بصحى متاخر، يعني مش دايما بصحى بدري، بصحى بدري لو عندي شغل، لو كنت ايام الجامعه، انما لو انا في اجازه طبيعي هصحى متاخر. مواعيد اكلي ان انا في الحر والصيف انا مش باكل الصبح خالص، باكل بالليل بس. تلاقيني من الصبح لا مش بفطر، لا مش بتغدى، لا بالليل وخلاص. يعني انت عايزه حاجه تشبعك بحيث انت ما تاكليش بالليل، ولا ما انت لازم غلط ان احنا اهم حاجه ما نفضلش ان احنا مانعين نفسنا اصلا في الحر. طب انا بقولك هنعمل حاجه سموزي، حاجه مثلا هتاخدي الزبادي بس مثلا عن طريق مثلج مثلا كسائل، وحاطه لي فيه عصير، حاطه لي فيه فاكهه، حاطه فيه بقى الفاكهه اللي انا احبها مثلا البرقوق، لا ده انا حاطه بحب مثلا البطيخ، في سعرات بس في ميه حلوه هتعوضني طول اليوم لو انا ما شربتش، لو انا ما اكلتش. ده انا هاكل بره ومضطره ان انا اكل بره واعمل كذا، يبقى انا اقول لك مثلا اختاري مثلا تجيبي اللي هي السلطه وعليها مثلا قطعه الفراخ مشويه او اي حاجه، هبعد عن المقليات. لا ده انا بحب ايه، حاجه مقليه بطاطس، بحب بيبسي، بحب القهوه. كل دوت انت هنبدا اول حاجه خلاص انت هتفطري، يبقى الفطار الساعه كام؟ 12. يبقى احنا هنضحك على بعض، يبقى انا عايزاكي تصحي بدري شويه ونفطر قبل 10. اوكي، حتى لو ما وراكيش شغل انت هتصحي تفطري وتنامي، ما عنديش مشاكل في الفطار وانام، بس عندي مشاكل ان انا بالليل اكل وانام. تمام، فاحنا ممكن نصحى نفطر ولو حاجه بسيطه تمشي جسمنا مجهودنا، وبعدين خلاص ان انا هعمل. انا مش هحرمك، هنقول الحاجات اللي انت بتحبيها وهندخلها في الدايت بتاعك عشان تقدري تتابعي معايا. يعني انا مثلا ايه هقول لك انت محرومه من الشوكولاته، محرومه من البطاطس، محرومه من بيبسي، محرومه من كذا، وانا بحب انت حياتك كده، يبقى انت هتضحكي عليا. لازم اسحب منك اي حاجه بتحبيها تدريجيا، لان الدايت او الرجيم عامه هو انا اتعودت على جسمي، مش خلاص ادمان. يعني الحميه اللي ماشيه دلوقتي كلها ان انا مثلا همنع نفسي من السكر، همنع نفسي من النشويات تماما. طب انا جسمي محتاج الحاجات دي؟ بالعكس، انت كده بتدمريني وانا هرجع بقسوه. في ناس تقول لك لا ده انا خلاص الاسبوع ده مش قادر، ده نوع من الادمان، يبقى انا لازم اسحبه منك بالتدريج، وانت من نفسك تبطلي، وده في نفس الذات تقوي ارادتك، بس عن طريق ان احنا ايه هننام كويس ونصحى بدري.
بعض ونخس مع بعض. وبعد يوم طويل من التدريبات واللقاء مع دكتور الرجيم، جه وقت الختام. ابدأوا معايا مشوار التحدي من الأهلي دايت.